جولاسو كويت اف ام. ملعوبة خطيرة وكرة تتحول، الله جول، هم ذاهبين وعاملين وسائرين على طريق جنة الانتصار، على طريق جنة الانتصار. الله 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 الله. من يريد أن يصدق فليصدق، ومن يريد أن لا يصدق فلا يصدق ما يحدث الآن. كويت سبورت بلس. يا سلام يا سلام، ما أروع المنظر، ما خص، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. هوبا راسية، عطني إياها بسرعة، عطني إياها بسرعة، عطني إياها بسرعة. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, سيداتي آنساتي سادتي، من موقع الحدث. كرة القدم لعبة الشعوب، تلك الساحرة التي تجذب الجماهير من مشارق الأرض ومغاربها. مع جولاسو سنكون على موعد مع أبرز الأحداث والمباريات في كبرى البطولات الأوروبية بنظرة شاملة. تشكيلة فريق العمل، من إعداد مشاري الفلي، عقيل أشكناني، تقديم ماهر لانزي، محمد أكبر، من التحليل بشار عبد الله، طارق الجلاهمة، مشعل الفودري، حمد الطيار، التنسيق والمتابعة حمد الحمد، الهندسة الإذاعية هاني أبل، تنفيذ عبد الوهاب الصلاحات. جولاسو والمخرج ضياء لمساعي. مساء الخير عليكم مستمعينا اينما كنتم ومشاهدينا خلف الشاشه لقناه كويت سبورت، وبالتحديد احنا وياكم كل يوم في هذا البرنامج جولاسو من الخمس للست، نغطي لكم اهم ما يحدث في الدوريات الاوروبيه من نتائج سابقه، نقول مباريات بالامس او حتى مباريات قادم، وهي الامتع وهي الابرز تكون في عناوين حلقتنا مع المحللين الكباتو، ومعكم من خلال مشاركاتكم على حساب البرنامج في تويتر GQ8FM أو أرقام هواتفنا اللي دائما تكون موضحة في تويتر وكذلك أسفل شاشة التلفزيون. اليوم مباراة كثيرة في دوري الأبطال أو قمتين، وكل قمة تقول أنا أحسن من الثانية، لكن الساعة 11 إلى ربع لما تنطلق صافرة حكي المباراة راح نستمتع فيها وراح نشوف منو الأمتع بين القمتين. خلونا بالبداية راح في الكباتن مش على الفودر، تحياتي لك براشد، حياك الله، الله يخليك، والكابتن الآخر وظاهرة الكرة الكويتية كابتن بشار عبد الله. أبو عبد الله تحياتي لك، لا تزعل، هذا لقبك ترى من كثير من الناس وبالدوام وايد معجبينك كثار ويقولوا لي قول له دائما الظاهرة، فأساس مسمونك الظاهرة فأنا راح أقول لك الظاهرة. ما أسمع يطلع صوتي ولا إيه؟ أوكي أوكي الظاهرة كيف حلو، أوكي كيف هم. سؤالنا اليوم الخاص في حلقتنا اليوم، ما هي توقعاتكم لمباراتي اليوم في الشامبيونز ليج؟ المباراة الأولى أرسنال مع برشلونة، المباراة الثانية بايرن ميونخ مع يوفنتوس. أكيد التوقعات راح تكون كثيرة والعواطف لفرقهم، ولكن خلنا نعيش شوية الواقع أكثر ونروح إلى التوقع تقريبا الصحيح في مباريات الذهاب فقط. بداية دائما ننطلق في أخبار جولاسو. في انتظار مشاركاتكم على الأرقام التالية 22327947 22327948.
جولاسو، والمخرج ضياء لمساعيد. في مباراة كبيرة، ولكن طبعا دفاع الميلان متألق النهارده. التسديدة البعيدة أحد الحلول لغاية اتجاهه، جول أول، جول 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 أول في هذه اللقطة عن طريق اللاعب السيني، والتعادل، التعادل، التعادل يأتي عن طريق اللاعب مولا فنتورا في لحظة من لحظات الغفلات الدفاعية، الكرة الملعوبة من هوندا وعلى طول كوليبالي لمسها، ومولا فنتورا لم يكذب خبر ويسجل مولا فنتورا في وقت وقت مثالي جدا، هدف السادس، هدف مستمر. The light and the concert, the party and the concert, the music and the concert. خبرنا الأول يقول نابولي يرفض هدية بولونيا. تعادل أمس نابولي مع ضيف ميلان بهدف لكل فريق، ليصبح الفارق بينه وبين اليوفي المتصدر نقطة واحدة، حيث لم ينجح فريق الجنوب باستغلال تعثر فريق السيدة العجوز، والميلان يحبط مساعي السماوي بالعودة اللي صدره. كابتن مشعل فودري، شفنا أمس الفرصة المواتية لأن يعود نابولي إلى الصدارة ويفرق هنقول نقطة عن اليوفي، ولكن ميلان حرم هذه النقطة على النابولي. هو طبعا شوف الميلان ما حرم نابولي، نابولي هو اللي حرم نفسه من مباراة أمس. يعني مباراة أمس كان المفروض على نابولي إنه يركز أكثر ويلعب مرتاح، بس مشكلة نابولي تحت الضغط ما يعرف يعد زمام الأمور، يعني خاصة المباراة انتهت بالشوط الأول 1-1. حلو. يعني أنت عندك 45 دقيقة، السيد سالم ما غير نتيجة المباراة، شفنا الجول بونافنتورا يمكن من عدم الرغبة اللصيقة أو ترك لاعبين نابولي، بونافنتورا بروحه من كوليبالي خطأ من الكرة، لكن نابولي عليه مثل هذه المباريات أن يحقق نتيجة إيجابية أكثر من اللي سواها أمس، عليه أن يحافظ على التوازن الدفاعي، فريق يلعب بطريقة هجومية حلوة، طريقة بحتة، طريقة إيطالية ممتعة، عنده لاعبين طليان، أنا يعني أنسيني من لاعبين الواعدين، لكن هذا ما يكفي فريق نابولي، يمكن الارتكاز الواحد اللي يلعب فيه يترك مساحات حق الفريق المتصدر. الفريق المتصدر كابتن محمد دائما يركز على الناحية الدفاعية قبل الهجومية. الهجومية سهل أنك تنقل كرة من الدفاع إلى الهجوم، لكن لما ترجع الكرة عليك مرتدة أو ترجع كرة مفاجأة، شلون أنت تحمي الثلث الدفاعي لك دون ما يتلقى مرماك هدف؟ شفنا الكوليبالي، يعني ما ألوم كوليبالي لكن ألوم أنا الليبرو والباك اليمين اللي خلى بونافنتورا بروحه مع الحارس وسجل هدف. بشار عبدالله، أمس شفنا الهدفين، كنا الأسست أو المساعدة كانت كلها من المدافعين، غيرت الهدف الأول، يعني هدف الأول اللي دناروما نابولي، إيه دناروما الحارس، يعني كان ممكن شيء، يعني كانت كرة بطيئة وتغير اتجاهها من بعيد وخفيفة وكل شيء، يعني وهو على قولتك طويل، فكان ممكن يشيلها. الهدف الثاني أيضا غلط من كوليبالي، لكن يعني لو تشوف الجدول نابولي الآن عنده مباريات صعبة، صح، الأوي خصوصا الأوي، عنده فيورنتينا الجاية، عنده الانتر برا، وعنده أيضا روما برا، يعني عنده ثلاث مباريات صعبين. اليوفي عنده مباراة أو مباراتين خارج ملعبه، داخل ملعبه اليوفي ما اشوف انه ممكن، يعني لا فريق ايطالي قادر عليه ولا فريق اوروبي خارج قادر عليه. مش عارف، ذكر شغله مهمه، الضغط. نعم. شلون التعامل مع الضغط؟ صحيح. يعني لما تصير وقت الصجيه، هذا نفس اللي راح يصير مع ليستر بعدين، الان قاعد يصير مع نابولي. ما اقول لك والله انه يعني هو بالنهايه تعادل مع الميلان. حلو. الميلان حلو. في المباراه الاخيره يعني وايد تحسن الفريق، فما اقول لك انه ضيع نقاط المباراه، لكن كمتصدر أو كفريق تبي تنافس على الدوري المفروض المباراة اللي على ملعبك يعني تحسمها، خصوصا في الوقت. صحيح. اللي نابولي اللي اليوفي قرب منك وصار بينك وبينه، يعني الآن أي تعثر يضيعك، أي التعادل ما يحسب لك أنك أنت كسبت نقطة في مباريات، يقول لك والله كسبت نقطة، لا يعني لما تلعب مع اليوفي على ملعبهم مثلا المباراة الأسبوع اللي طاف لو منتهية 0-0 تقول والله نابولي خذ نقطة من، صحيح، بس هذه على ملعبك، حتى لو الميلان متحسن، حتى لو تطور، لكن عشان كذي يعني في فرق تحس ان مهما تعاطفت معاه مهما ودك يفوزون ما راح
يعني كأنك تقول بصيغة غير مباشرة بأن اليوفي هو البطل. مولع 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 تويتر، واللي أكثر مولع عطني الاتصال. جولاسو، اتصال من نابولتياني. احاول اقوله نابولتياني عباس، حياك الله في جولاسو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. حي ضيوفك بشار ومشعل، حياك الله، تفضل عباس. بالنسبه لامس مباراه نابولي ميلان، يعني خيبه الامال حيل، يعني اخر ثلاث سنين ميلان ونابولي في ملعب نابولي كانت فوز دائما حق نابولي. نعم. لكن مثل ما قال بشار، يعني الضغط كان وايد واضح على نابولي انه يحاولون يقولون بس يضيعون. يعني شفت فرصه مارتينز وهيجوين مو مركزين بالنهايه باللمسه الاخيره، فاهم شلون؟ حلو. فان شاء الله ننطو تعافي. مثل ما قال بشار، المباريات القادمه اوي صعبه على نابولي، تشوفهم قادرين ولا؟ والله شوف، اذا ما قدرنا يعني انا اقول يوفنتوس من يستاهل ياخذ الدوري بعد. وانتم قنوعين بالثاني؟ اي قنوع صح. لان يوفنتوس يعني 15 فوز من شهر 10 ليومك هذا كله كانوا فايزين. حلو حلو حلو. بالتوفيق ان شاء الله، وتشدون حيلكم ان شاء الله في السنه الجايه في الشامبيونز ليج ان شاء الله. الموسم الجاي يكون احسن. قلت لك عباس، وقلت لك لفريق نابولي هذا الموسم. هذا كل ما يخص خبرنا الاول لنابولي ورفض هديه بولونيا. عليكم ليونيل الجول يا دول. شوف الموناليزا يا ديكورا للنيمار البرازيل الغدار. نار نار نار. جول يا سواريز، جول يا سواريز، جول يا سواريز. وامام القاتل، امام الوحش، امام الماكر، امام لويس سواريز يسجل الثنائيه في هذه الامسيه. حبيبي برشلوني يموت برشلونه، وانا مدريدي لكن بغير العيونه معاه امشي بدربه احب اللي يحب. وعبد الله والله محايد. من ابو عبد الله هو ضياء المساعيد المخرج، يعني فعلا محايد، هو مدريدي ولكن فعلا يعني يعيش الحدث وهو مخرج محايد في البرنامج. خبرنا الثاني يقول انريكي من تدريب او عن تدريب الامسن، يقول ابراكا دابرا شنو هو؟ راح نعرفه. عنده سؤال مدرب البلوغرانا عن تدريب الثلاثي الهجوم الناري المكون من ميسي نيمار سوارز، اجابه مازحا وهو يضحك، كل ما افعله هو ان اقول ابراكا دابرا ويبدا سحر داخل الملعب. وبعدها قال بجديه بصراحه الامر بسيط جدا، لانه في بعض الاوقات وفي بعض المباريات لا تحتاج لتمني أي شيء يقومون به لأنهم يفعلون ذلك مسبقا. شوف الغزل، شوف الدلع اللي قاعد يعطونك إياه داخل الملعب، وشوف الغزل من المدرب. بشار، هذا الكلام شنو يرسل فيه رسالة أنريكي سواء للاعبين أو حتى الجماهير؟ هو مو رسالة، هذا شيء واقع. يعني ما أعتقد أنه في شيء مدرب ممكن يضيف هذه الثلاثة، ما في شيء. شنو يعني يقط الكرة ويلا سوي التوالة؟ إيه يعني شنو يعني بهالمستوى بهالواسطين ثلاثتهم ذروة أدائهم والتفاهم اللي مع بعض وعلاقتهم وكل شيء، شنو ممكن يضيف المدرب عليهم كأفراد؟ حلو. ما أعتقد، يعني ما أعتقد إنه حتى لو لعبهم بأي مركز، حتى لو شي يعطيهم تمارين خاص، يعني عارفين شنو دورهم داخل. إيه، وهذه مشكلة مدرب برشلونة. مشكلة مدرب برشلونة مو أنريكي نفسه. لا لا، أي مدرب يدرب برشلونة الحين، حتى جاردولا اللي سواه على الإضافات الكبيرة، على البصمة اللي سواها، لكن ما زال الناس يقولون والله هل جاردولا هو اللي يعني أسس، ما بيقول صنع برشلونة، برشلونة موجود من زمان، يعني خلينا نقول يا بطولات حق برشلونة، أو إن برشلونة هو اللي صنع جاردولا. الآن يعني أنريكي نفس الشيء، وايد وايد ناس للحين مو مقتنعين بأنريكي، فاز خمس بطولات الموسم اللي طاف. حلو. الموسم راح يفوز على الأقل ثنتين. جميل. على الأقل. جميل جميل. فالأول الحين الناس يقول لك والله أريك مدرب عادي. أنت قاعد تشدني حق سؤال حق براشد، شنو يا مشعل تتوقع؟ السؤال يقول مثل ما قال بشار، ما حد يتغنى ويمدح أنريكي في حال الفوز،
يعني يمدحون الامسن حتى لو حمد يدرب برشلونه الحين حمد أي حمد حمد انت وايد مستهين كأنك بحمد بطريقه واضحه مثلا, مثلاً لو حمد بهالفريق ما عندك عذر اي لا يعني راح يجيب التساعيه لا جد يعني صدق يعني هذه مشكله مدرب فعلا يعني لو شو يسوي انريكي ال- 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 الفضل راح يرجع حق اللاعبين والثلاثه هذيل تحديدا يعني اللاعبين يعني على كل شوف راكيتيتش وبوسكيتس قاعد يسوون شيء وايد يعني خصوصا بوسكيتس بوسكيتس الان احسن محور في العالم بس من يتحكى عن بوسكيتس واللي قاعد يسويه ما حد لا في 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 اعلام بشار انت تقول ما حد في اعلام احنا متابعين بالجندي المجهول لا 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 الجندي المجهول دائما ينادون بالجندي المجهول نفس قبل تشافي الونسو يقولون عن الجندي المجهول لا لا انا الاوان الحين لا 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 انا الاوان الحين بهالوقت يقولون بوسكيتس هو الجندي المجهول ما حد يتحكى عن بوسكيتس كل قاعد يتكلم عن هذول الثلاثه شو قاعد يسوونه بالاعلام في يتكلمون بس بهالصوره اكيد نوافقك هذا الموضوع لان الهجوم هو ماكل الجو كونه هو يسجل نفس انت ما كنت ماكل الجو على عبد الله وبران انت اليوم انت اليوم وايد شايف يوتيوبات من زمان انا اتابع الاخبار اكثر فبوسكيتس بالعكس معطينا الحق في انه هو فعلا الجندي المجهول وقاعد يصنع الفارق في برشلونه انا اقول انا من خلال غيابه سيرجيو روبرتو اللي قاعد يسوي هالموسم هالموسم بالذات بوسكيتس احسن محور في العالم الحين حلو حلو صح صح مع ذلك ما اشوف انه حيتكلم عنه وعلى اللي قاعد يسويه كل الناس الثلاثه ذيل شو قاعد يسوون الباصات الاقوال بلنتي يعني وهذا هذه هذه هذا شيء طبيعي باللي قاعد يسوونه على المتعة يعني حتى اللي يكرههم ما يقدر ما تستمتع ما تقدر يعني حتى إذا أنت تكرههم أو ما تحب برشلونة أو ما تحب هذه الثلاثة ما تحب واحد فيهم إذا ما استمتعت ما تحب كرة القدم بالضبط عليك الاستمتاع في أي وقت لأي فريق كان برجع حق سؤال ليش وقت الفوز ما يمدحون لويس إنريكي واللي قاعد يفعله داخل الملعب مع برشلونة يمدحون فقط الأمسن إذا حضروا وإذا خسروا كلهم على إنريكي شوف أول شيء مختصر ها يعني شوف المدرب لازم يكون محظوظ أي مدرب في العالم إنريكي لما استلم لما استلم برشلونة استلمه بالقمة ما استلم برشلونة وهو في القاع إنزين غوارديولا شفناه برشلونة وطلع من برشلونة لويس إنريكي شفناه مع روما شفناه مع سلتا فيجو الحين شفناه مع برشلونة دايم اي مدرب يعني شوف انت باختصار قال لك ركادبره يعني هو ما يحتاج يفهم هالثلاثي الثلاثي هو يجد الحلول له وهذه من حظوظ المدرب احنا انت لازم يعني لازم احنا نعرف شغله اي مدرب في العالم يحتاج الحظ يحتاج انه يدرب فريق عريق يعني انت اليوم لما تدرب مثل هذه الفرق مالك عذر والله تقول انا ما احقق الدوري عشان كذي هم وقت الخساره يقولون لا أنت تملك كل شيء ومسكت الفريق بالقمة وفارق كبير يعني أخوة على اليوفي في إيطاليا شوف أليجري أول ما استلم كانوا متخوفين منه لأن الفريق بالقمة صحيح هذه مشكلة المدرب ودائم المدرب شوف بجاسم إذا خسر هني تظهر عيوبه طالما أنت تفوز حتى لو تقدم أداء سيء وتفوز قال لك شخصية البطل وهذا وقال لك واللاعبين عارفين شي يقومون فيه ومدرب سوى تغيير وهذا لكن حالة الخسارة تظهر عيوبك حلو هذه مشكلة برشلونة مع الريكي تويتر وايد عامر عندي ما بي أضيع الوقت أكثر بروح سريع من بعد خبرنا الثاني إنريكي وتدريبة عن الأمسن واللي تخزل فيهم أروح للخبر الثالث في انتظار مشاركتكم على الأرقام التالية 22-32-79-47 22-32-79-48 جولاسو والمخرج ضياء لمساعيد أرسن فينجر يقول الاستعداد لهال سيتي أكثر صعوبة من الاستعداد لبرشلونة تصريحه يا أنه مستسلم يا أنه يخدر خلينا نقول لاعبين برشلونة صعبة هذا عليه عنده سؤال في المؤتمر الصحفي عن النتيجة المخيبة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام هال سيتي والتعادل السلبي أشار فينجر إلى أن الاستعداد للقاء برشلونة أكثر سهولة بين قوسين حيث أن اللاعبين يكونون على درجة عالية من التركيز والانتباه بشكل طبيعي نظرا لنوعية الخصم الذي يدخل اللقاء بأفضلية وبالتالي كل ما يحتاجه المرء
هو التركيز على التحفيز وبعض الأمور الأخرى، ولكن من الصعب الحصول على هذا الاهتمام إذا كان الخصم هال سيتي. مشعل، شوفوا التصريح يعني أنا ما أقول لك ما هو بمحلة، بس أكيد هو يقصد شيء من داخله السيد أرسن فينجر. أنت دش أنا أعرفك أنك دش. لا يعني شوف، لما أنت تقول هال سيتي أو تقارن هال سيتي واليوم مع فريق برشلونة، هو يمكن يقصد شيء من ناحية الاستعداد، وأنا أتوقع في الدوري الإنجليزي دائما الاستعدادات تكون خاصة حق الأربع فرق المتصدرة نفس المستوى تلعب مع الأخير. بالعكس هم دائما يعانون من الفرق اللي بالمركز الأخير الصغير، دائما يعانون من الفرق هذه تحات الهبوط وعندها حسابات وشون ياخذ منك نقطة أو بس هاي كاس الاتحاد يعني خلينا نقول بعيد عن شو عنده بعيد إنزين، لكن هم تصريحه يعني على 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 هال سيتي هو يعكسه. أنا قلت لك على 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 الدوري مع الفرق الصغيرة، يمكن هال سيتي بالمنطق وين وين فريق برشلونة وين فريق الأرسنال عن فريق هال سيتي، لكن أنا أشوف تصريحه يمكن في نوع من تخفيف الضغط على لاعبينه على فقط لا غير فقط لا بشر. شوف هو يمكن تكلم عن شغلة يعني محددة، قال الاستعداد فقط، يعني ما تكلم ما قال المباراة أسهل حلو ولا قال برشلونة أسهل من هال سيتي، قال الاستعداد كمدرب. أنا لما ألعب ضد مثلا ضد برشلونة أدري إيش بسوي، بدافع بلعب مرتدة، حلو أدرب فريقي إنه بدافع بلعب مرتدة، بس لما يجي فريق مثل هالسرتي أنا قاعد يعني قاعد أحاول أبرر أو أفكر تفكيره، مو ما أتكلم عن نفسي. لما ألعب مثل مع فريق مثل هالسرتي أدري إن فريق راح يدافع، فريق راح يخرب اللعب، فريق ما راح يخليني ألعب، فريق راح يقعد 11 لاعب وراء الكرة، فأفكر شنو راح أسوي، شلون راح أكسر هالتكتل، متى راح أقول الجول الأول، متى الكرة الثابتة، هذه الأمور كلها. أما ضد برشلونة أنا أدري إيش راح يصير بالمباراة، سيناريو المباراة، حتى هو تكلم عن الاستحواذ قال أدري إن الاستحواذ ما راح يصير لي، فعلى الأقل راح أصير يعني لما تيني الكرة راح نهاجم على طول، يعني فعالية أكثر اللي قاله. فيتكلم عن هالموضوع إنه عارف شنو سيناريو المباراة، فعارف شلون استعد له، شلون عارف شلون أمرن اللاعبين، عارف شلون أجهزهم، شلون اخلي اللاعبين يركزون على يعني على الخطه اللي ابيها وعلى جميل. هو يتكلم عن استعداد كمدرب كفريق وممكن يعني ما قال مباراة اسهل ممكن شار يقول ممكن لا لا استعداد ممكن مو المباراة إيه كمدرب انه يهيئ لاعبين او يعرف شنو يبي من المباراة اسهل بالنسبه له طبعا. جميل هذا كان خبرنا الاخير لي فينجر. واه 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 وين بتروحون يا مستمعين يا مشاهدين؟ إلى دوري أبطال أوروبا، لكن من وين؟ من استوديو جولاسو. دوري الأبطال الأوروبي The Champions League. حلو موسيقى دوري أبطال أوروبا، وراح تستشعر أكثر في قمتها لما اليوم تتابع هذه المباراة الأولى والثانية. عاد من يتابع الأولى من يتابع الثانية أكيد هذا الخيار لكم. دوري أبطال أوروبا المباراة الأولى اللي راح نسولف عنها الآن، يوفنتوس مع بايرن ميونخ. الملعب راح يكون على ملعب اليوفي أو اليوفي بشار، ها؟ يوفي يوفنتوس أرينا. يوفي غير الحكم راح يكون هو مارتن أتكنسون من أتكنسون أتكنسون أوكي تتوهق قمت أتابع مرات ماهر خصبقني ماهر. روح إلى هذا التقرير الخاص في مباراة الأولى يوفنتوس بايرن.
يخوض اليوفي مواجهة من العيار الثقيل أمام بايرن ميونخ على ملعب يوفنتوس إرينا، حيث يشهد اللقاء منافسة قوية بين البيانكونيري الذي وصل إلى المباراة النهائية الموسم الماضي أمام البايرن الذي وصل إلى الدور قبل النهائي 5 مرات في آخر 6 مواسم. ويحتل البايرن واليوفي الصدارة في بلديهما، وذلك قبل لقاء نابولي مع الميلان بالأمس في السيريا. ومن الأمور الملفتة للنظر هي أن البايرن هو الفريق الوحيد الذي تمكن من هزيمة اليوفي في تورينو أوروبيا خلال العقد الأخير، حيث سبق وأن حقق الفوز على السيد العجوز في عامي 2009 و2013. وعاد لصفوف البايرن فرانك ريبيري قبل أيام بعد شفائه من إصابة طويلة الأمد، في حين يغيب جيروم بوتي، خابي مارتينيز وباش توبر. أما اليوفي فيغيب عنه في لقاء اليوم جورجو كليني وألكساندرو، في حين تحوم الشكوك حول مشاركة مهاجم البافاري السابق ماريو مانزوكيتش. وأشار المدير الفني للفريق البافاري بيب غوارديولا بأن اليوفي واحد من أفضل الفرق الأوروبية في الكرات الثابتة، وبغياب مدافعيه اليوم سيدفع بالثنائي دافيد ألابا وجاشوا كيميتش، ولا يزيد طول أي منهما عن 1.80 متر، وهو ما قد يمثل نقطة ضعف قد يستغلها البيانكونيري بأفضل صورة ممكنة. فلمن ستكون الغلبة اليوم بين أصحاب الأرض يوفنتوس وآخر فريق هزمهم على هذا الملعب أوروبيا وكان ذلك قبل سنتين؟ يوفنتوس وبايرن ميونخ. يصل اليوفي إلى الدور الثاني المرة الثانية على توالي، أول مرة من موسم 2005-2006. البايرن يصل لهذا الدور للمرة الثامنة على التوالي. المواجهة الوحيدة بين الفريقين سابقا في الأدوار الإقصائية شهدت عبور بايرن ميونخ بنتيجة 4-0 بمجموع اللقاءين، وذلك كان في دور الثمانية موسم 2012-2013 بالتحديد قبل موسمين. فاز البايرن في آخر مبارتين خاضهم أمام اليوفي وطبعا في تورينو، وسجل 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفا واحدا في المبارتين. تواجه الفريقان 8 مرات بالبطولة تاريخيا، فاز منهم البايرن 4 مرات مقابل 3 انتصارات لليوفي وتعادل 1 بينهم. ما فاز اليوفي في آخر 4 مباريات أمام الفريق الألماني البافاري 3 انتصارات وتعادل 1. وآخر فوز حقق البيانكونيري على الباير كان في شهر 11-2005 بنتيجة 2-1، يعني حكي 11 سنة. اليوفي اليوم بصحبة الريال هما الفريقان الوحيدان اللذان لم تستقبل شباكهما أي هدف على ملعبيهما حتى الآن هذا الموسم بالبطولة. حلو، إحصائية جميلة وجيدة للفريق الإيطالي. أحرز اليوفي 6 أهداف في دور المجموعات وهو المردود الأضعف بين الفرق المتأهلة لهذا الدور. آخر نقطة وأترك المجال للكباتن، خسر اليوفي 2 مباراة من آخر 34 لقاء خاض على أرضه في الشامبيونز ليج، 22 فوز و10 تعادلات، والهزيمتين كانوا على يد الفريق البافاري. وقبل ما أروح حق الكباتن عندي أيضا إحصائية أخرى، لكن بروح إلى تويتر والتغريدات عامرة للمواجهتين بالتحديد. أليساندرو ديل بيرو يقول من وين الحين أليساندرو؟ وين يلعب؟ بعيد كنا، بعيد. المهم طرش لنا التغريدة، يقول اليوفي إن شاء الله واقف اليوم وحاضر هناك. اليوفي يقول إن شاء الله 2-1 وبرشلونة 3-0 وهذه واضحة. يقول عمر يوسف يقول أتوقع فوز برشلونة 2-1 وتعادل اليوفي والباير 1-1. وسلطان يقول برشلونة في مثلثين، اسمع، ميسي سواريز نيمار هذا مثلث، وبيكي بوسكيتس انيستا هذا مثلث آخر، إذا كانوا بيومهم صعبة جدا على أرسنال لأنهم مصدر قوة الفريق. بيكي داش عرض اي ورا لزقة ليه قدام شوية. أحمد دينيرو يقول السلام عليكم، برشلونة راح يفوز 3-1، الباير راح يفوز 2-1، وبشار يحبك. محمد الفضلي يقول فوز اليوفي اليوم 2-1 وفوز برشلونة 3-0. شوف كلكم توقعوا 3-0 ما في مشكلة حق أي فريق، بس واحد لا يقول 3-0 مش على الفودري. الحين لما ذاك اليوم أسئلة ماهر قال هذه مباراة صعبة أتلتيكو في ريال كم توقع؟ قال 0-0. حلو، اليوم ما راح اتوقع، راح احرمهم اليوم. لا طبعا قلت لهم انسيني راح يقاوم، انا قايل له
انا انا لا بشار لا لا بشار بشار 100% توقعته 100% انا قاعد مو 100% لا لا اوكي اوكي بس انا انا اقصد انا اقصد الرقم 3-0 استحواذ 3-0 لا يقوله حق اي مباراه اي نتيجه اوكي نروح حق طارق من ومبلي يقول فوز برشلونه 2-0 وفوز البايرن 1-0 بوزيد يقول نقاط ضعف البافاري قصر قامه قلوب الدفاع والعرضيات ونقاط ضعف اليوفي هو الباك اليمين والباك اليسار ما راح يقدرون انهم يواجهون كوستا وروبن نقطه اذا بتعلقون عليها كباتن وزيد نفسه يقول اتوقع لمباراه اليوفي وبايرن ميونخ 2-2 حمود العنزي يقول طقطقه كتالونيه فاخره وتعادل ميونخ واليوفي للحين 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 من خلال يمكن تغريدات اللي قريتها ما شفت احد يتوقع اليوفي يفوز على ميونخ وحتى ارسنال يفوز على برشلونه عبد الرحمن الفيلشو يقول ان شاء الله اليو او رد عليه بسرعه ان شاء الله اليوفي 1-0 بدر يقول شنو تفسير لا في قال اليوفي كم واحد قالوا انا في قال بالبدايه العتب على القراءه والنظر بدر شنو تفسير حالة تشيلسي وروما هالموسم معقولة مدرب يعمل هالتغيير للفريقين اتوقع تخاذل وعدم احترافية من اللاعبين حسب رأي المتواضع نقطة خارج السطر يوسف المناع يقول ان شاء الله البرسا اليوم 4-2 اما اليوفي باير 3-2 مو محدد حق منو ومتوقع شيء بشكل عام اليوفي باير من 3-2 ما ادري هاي بخصوص تغريدات سريعة كباتب اترك المجال لكم لكن في الاحصائية الجدامي عدد الاهداف حتى الان في البطولة 19 هدف لبايرن ميونخ بالمقابل مسجل يوفنتوس 6 اهداف فارق كبير بعدد الاهداف الاستحواذ 67 لبايرن ميونخ 47 لليوفي المحاولات تقريبا خلينا نقول متقاربة 137 الى 103 تقريبا على المرمى عدد كبير لميونخ 61 بالمقابل يوفنتوس 27 في العارضة او القائمين متعادلين ب 2-2 الركنيات الافضل لبايرن ميونخ بعدد 51 بالمقابل 29 ليوفنتوس تقريبا النص تسللات 18 على باير يوفي 11 الكروت الصفراء اليوفي اكثر ب 6 مقابل 4 بطاقات صفراء الكروت الحمر 1-1 الاخطاء المرتكبة تقريبا ايضا متقاربين 67-52 تمريرات هني الصحيحة وهي خلينا نقول ربما تكون عامل قوة لأي فريق 88.2 لليوفي صحيحة و 91.6 تمريرة صحيحة لبايرن بس شوف العدد الضعف تقريبا الضعف 4,140 شوفوا تمريرة شوفوا التفوق بكل شيء للباير صحيح بس هم لازم يعني نرجع ونتكلم عن الأرقام هل فعلا تعكس التفوق بهالشكل لأن لازم نشوف مجموعة الفريقين يعني هذا من مجموعته وهذا من مجموعته حلو يعني مجموعة اليوفي أصعب كانت صح. من مجموعة الباير لو كان العكس لا حتى الباير عندهم أرسنال كان وبعد منه بس تقريبا لا ما لا كانت كان يفوزون إيه يعني غير مباراة أرسنال إيه غير مباراة أرسنال ما كان فيه هذا من ناحية من ناحية ثانية في تفوق للباير ما حد يقول لا والله لا في تفوق بس الأرقام بالذات أنا يعني ما أحب الأرقام دائما خادة عطنيها جولاسو اتصال من مدريدي الميرنجي حياك الله في جولاسو طيكم العافية عافيك كابتن منورين على راسي تفضل أنا عندي أمنية مو سؤال ولا استفسار تفضل إن برشلونة يخسر بطولة هالسنة ممكن الشامبيونز ليش واللي سامعني يقول امين بس شوف المخرج نقز المخرج مو لا نقز صار طموح المدريديين ان برشلونه يخسر البطوله شفت اي والله الدنيا دواره ترى بس مو شيء خلني اسالك سؤال يعني احساسك شنو وانت للموسم الثاني على التوالي ممكن تطلع بولا بطوله احساسي قمت تعودت عليه بصراحه تعودت عليه الاحساس هذا خلاص شايد الاحساس والله والله العظيم شو نسوي بعد الله يهدى بريز بس الحين بريز انا لحظه اشوف قطيت القلم عصبتوني المدريديه قبل كنت اقولها مشعل شنو ايها الميرنجي اينكم اليوم انا اقول وينكم يا المدريديه من قبل ما تقولون عن بريز هذه النقطه وهذه السلبيه ليش كنتوا تنادونه بالشامخ يقدر كل شيء يقدر يحقق كل شيء بريز مشكلته تفكير اقتصادي ذبحنا بالاقتصاد خلاص ما نبي يا عمي ما نبي اقتصاد نبي لاعبين ولا سوارز يضيع وهذا يضيع ايش نبي فيه
يعني خلاص معتمد لي على لاعب واحد خلاص. حلو، الخلل واضح انه من بيريز برأي بعض المدريد. مشكور على المشاركة، ما بياخذ توقعاتك كونك ما تميل حق اي فريق، واشكر راح تقول طبعا ارسنال هي راح يفوز. مشعل، بس في شغله مهمه، تفضل مشعل. خل موضوع مدريد وبرشلونه، الوضع اللي قاعد اللي تو ايه المشكله، ترى يعني في جزء كبير من بيريز صح، لو تشوف السنوات الاخيره، سبع مواسم اخيره بمدريد مره واتلتيكو مره وخمسه برشلونه، ترى يعني ترى وايد قويه، لعبهم حلو مدريد. بشار ترى وايد وايد قويه بحق فريق مثل مدريد. ويكفي تصريح بنيتز اللي اخير اللي طلع، قال في عهد بيريز حقق برشلونه اكثر عدد. قال بيريز قال شغله مهمه مشعل، قال بنيتز قال اللي قاعد يسويه بيريز انه قاعد يغير مدربين، هذه قاعد تقتل يعني برشلونة. لا برشلونة أسس مدرسة الآن، الاستحواذ خلاص، أي مدرب يجي في شيء لازم تشتغل عليه. تغيير مدربين مدريد بهالشكل، تغيير مدارس، مو بس يعني مو بس المدربين صحيح، حتى يعني تجيب مثلا من 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 كابيلو لشوستر لبلغريني لمورينيو لكسمبورغو البرازيلي، يعني يعني حتى الاسلوب ايش قاعد تسوي، يعني شنو تبي تدافع، تبي تهاجم، تبي اعطانا تشكيله. اقصد مو بس يعني مو بس الاسماء، حتى نعم. حتى الاسلوب ما يصير من 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 انشلوتي لبنيتز، هذه يعني كارثه. لما تجيب انشلوتي اللي كله هجوم ولعب، بعدين بنيتز المدافع اللي كله مرتد على الوينجر، فشنو تبي انت؟ صح، لا 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 واضح. المدربين لا المدارس لا الاسلوب، كل هذا مو مخلي يعني مدريد ما عنده مدرسه. يعني انت توافق ان الخلل اداري او بالتحديد الرئيس؟ يعني شكله كذي، لما تقول لي والله 20 مدرب 20 سنه حلو اوكي نادي خليجي جميل. ارجع حق محور حديثنا ومباراه الشامبيونز اليوم، بايرن مع اليوفي. مشعل ايه، شوف مباراه تكتيكيا عاليه، يعني فريق عنده الاستحواذ وفريق الثاني يقدم لك الكرة بنكهة الكرة الإيطالية، اللي هو يعني شوف أنا يمكن الناس دايم كانوا يقولون يعني في مشكلة بين كيميتش وتاسكي وألبا في خط الدفاع، إذا كان بيلعب في ثلاث مدافعين، لا اليوم أنا أتوقع يلعب بأربع مدافعين، يعني يا يكون لام وكيميتش وألبا وبرنارد على اليسار، فما اعتقد، لان دائما اليوفي عودنا ان نلعب بمهاجمين اثنين، فمن غير المقبول ان انت تلعب في ثلاث محاور. حلو، هذه نقطه يعني، لكن النقطه اللي ممكن يفاجئنا فيها السيد غوارديولا اللي هو انه يكون فيدال اليوم كقلب مدافع ضد فريقه السابق، يعني هذه نقطه ننتظرها اليوم، هل راح يكون اكتشاف وراح يكون شيء جديد علينا يسويه في بايرن ميونخ. حلو، نفس ما قدم الظهير لام وخلاه مكان بوسكيتش ببرشلونه، كل هذه الامور نتوقعها، لكن اليوم رجع مارتينيز، لا مارتينيز متعور، لا اقصد يعني فتره ايوه رجع مارتينيز اي يعني دائما هو عودنا كذي. اليوم لما سالوه قال ممكن انا العب ألبا فيدال في كقلب دفاع، لكن هو ما في شك بايرن ميونخ يعاني، حتى انا قاعد الاحظه في المباريات الاخيره من يسجلون عليه هدف، ما عنده ثقه في مدافعينه، يا يطلع تاسكي ينزل كيميتش او العكس يطلع كيميتش، بنعطيه لعب بنعطيه وما كان راضي عليه لانه كان مبتعد شهرين تقريبا للاصابه. حلو، حلو. يمكن الوحيد اللي برز في تشكيله غوارديولا اللي هو ألبا، لكن مشكله الظهير الايسر من بعد ألبا، لا انا هذا الخط الدفاعي طبعا، لكن عنده يعني بالخط الوسط يمشوف عنده روبن مولر الكانتارا فيدال. اوكي نتوقف براشد للوقت، نطلع مشاهدينا مستمعينا الفاصل القصير وردي جولاسو. برنامج سيحلق بكم في رحلة سريعة لتغطية مجريات كرة القدم العالمية يوميا من الخامسة وحتى السادسة مساء عدا الخميس والجمعة على محطة كويت اف ام. جولاسو
مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. جولاسو، أهداف، إحصائيات، أرقام، تحليل، الرأي والرأي الآخر، ما وراء الكواليس. جولاسو. هلا مدريد. هلا مدريد. راشد. مدريد. خليل وحميد. خليل وحميد محلات ضرارية. جاب لنا نيمار فوق. لا لا، نبي ميسي. ايه ميسي عايز كبيره قاعد تصير الان. كارك تعور شهر، شلون جميل؟ كل كارك تعور يقول جميل. تكملت الخبر يعني جميل. امشي وياك يعني. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. الاسكتلندي الاقرع جريفسون. جريفسون اقرع اقرع طاح بشار شوي. خليني لك شوي، لكن تتمثل. طيب صدق لا شوف، مو الاحتراف اليوم ما مثل، بس كنت يعني ابحث ساعات عن ضربه جزاء. بشار عبد الله من ضربه جزاء في الدقيقه الرابعه
غدا شرك غدا شرك يا مورينيو اللي بالقلب بالقلب. في انتظار مشاركاتكم على الأرقام التالية 22327947 22327948. جولاسو والمخرج ضياء لمساعيد. دوري الأبطال الأوروبي The Champions League. حياكم الله مرة ثانية مستمعينا مشاهدينا في جولاسو، وكان الحديث عن المباراة الأولى بايرن ميونخ ويوفنتوس والتوقعات، حان موعدها. ابتدي مع بشار عبد الله. توقعات صعبة، وايد صعبة، وايد وايد صعبة. يعني على ملعب، انا بعطيك على ملعب يوفنتوس، بايرن مرشح للبطولة. حلو. بس وضع يعني المباراة الأخيرة بالدوري كانت فاز لكن صعوبة. حلو. اليوفي على ملعبه يعني وايد 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 صعبه صراحه. اوكي، يعني ما عندك توقع؟ بدام كذي خلها تعادل. برافو عليك، اطلع منها وقول تعادل مش على الفودري. قاعد افكر. تبي افكر ولا هذا على قولتهم لحظه ما خليتني اكمل. بس انا ودي ضياء يعطينا الميوزك للحظه الحاسمه على قولتهم. 1-0 اليوفي مع كحه ان شاء الله. مع 1-0 مع كحه، 1-0 ان شاء الله. ويابالا راح يسجل من تسديده. ديابا شوف دام مشاري قال ديبالا خالصين، يعني لا 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 هذا عزيز حماده، عاد من جول ولا لا. انا اتوقع شخصيا 1-1، واتوقع يوفنتوس قلت يمكن بحلقه سابقه ان اشوفها بالنهائي مع برشلونه. لا احنا خلنا على الحين 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 1-1 انا، انت 1-0 بشار، تعادل. تعادل شنو اللي تعادل ما يندرى. عندنا اكيد المباراه الثانيه، نروح حق التغريدات. محمد ابو احمد يقول برشلونه 2-1 وميونخ 2-0. ابو صايب يقول برشلونه 3-0 واليوفي 1-0. ماشي مع مشعل. سؤال، في احد يقول ارسنال؟ ما حد يقول ما حد. خلينا نشوف، يمكن الجايه، يمكن مشعل، ما تدري. من المباراه الاولى يوفنتوس بايرن ميونخ الى المباراه الثانيه ارسنال برشلونه. يشهد ملعب الإمارات مباراة الأحلام لمحبي متعة كرة القدم بين فريقين من بين الأفضل من ناحية الكرة الهجومية ومدرسة التمريرات القصيرة السريعة، ولكن التفوق من الناحية الرقمية يميل بشكل واضح نحو البلاوغرانا ملوك فنون التيكي تاكا. وسيشهد لقاء الأرسنال مع برشلونة مواجهة من الطراز الخاص بين ليو ميسي وواحد من الحراس القلائل الذين واجهوا الساحر الأرجنتيني في أكثر من مناسبة، ولم ينجح ليو بالتسجيل في مرماه وهو العملاق التشيكي بيتر تشيك. فسبق وأن تواجه ليو مع تشيك في 6 مناسبات سابقة، كلها كانت في الأدوار الإقصائية للشامبيونز خلال السنوات العشر الأخيرة، ولم ينجح ميسي بالتسجيل في أي منها، حيث كان تشيك الذي خاض هذه المباريات بقميص تشيلسي سدا منيعا أمام كل محاولات ساحر التانجو. وتأهل برشلونة إلى هذا الدور بعد أن عبر مجموعته دون عناء واحتل الصدارة. أما أرسنال فوصل بإعجوبة بعد أن جمع 9 نقاط بالتساوي مع صاحب المركز الثالث أولمبياكوس، ويعلم المدير الفني أرسن فينجر بأنه يدخل لقاء اليوم وهو مرشح للخروج من البطولة على يد حامل اللقب. هذا وتواجه الفريقان بنفس المرحلة في عام 2011، وعبر البرشا بنتيجة 4-3 في مجموع اللقاءين، وذلك في طريقه لحمل اللقب في نهاية المطاف بنفس العام. مزيكا كلاسيكية، فيلم رعب، كل شيء منصف في هذه المباراة. منو المزيكا كلاسيكية؟ منو فيلم رعب؟ واحد يقول والله أرسنال، واحد يقولك لا برشلونة، لا يقولك والله كلهم متجمعين في فريق واحد. أرسنال برشلونة، الملعب راح يكون على ملعب الإمارات هناك في لندن، الحكم راح يكون هو كونيت شاكير، والحكم التركي اللي ما ينسونه
أبد الآبدين المانشستراوية. من بعد التقرير وسمعنا النقاط الخاصة في الفريقين أرسنال، ترى نفس الحكم طرد تيري، جون تيري ترى، ونفس الحكم اللي حكم برشلونة وروما، طرد ناني 6-1 وطرد جون تيري، اثنينهم يعني راح يكون ها متحامل يمكن على أرسنال. أوكي. أرسنال وريال مدريد هم الفريقين الوحيدين اللي وصلوا إلى الدور الثاني في كل موسم منذ اعتماد النظام الجديد في 2003-2004، يعني إنجاز هذا لأرسنال ترى يعتبر مشعل. ها يصل برشلونة لهذا الدور المرة 12 على التوالي، ووصل للدور قبل النهائي في 7 من آخر 8 مواسم، حيث خرج الفريق من دور الثمانية على يد أتلتيكو مدريد في موسم 2013-2014. برشلونة فاز باللقب 4 من آخر 10 مواسم، ولم ينجح أي فريق آخر بتحقيق اللقب أكثر من مرة واحدة في نفس الفترة. ميسي ياب منهم بس 4 بروحه. يطمح الفريق الكتالوني بأن يصبح أول فريق يحقق لقبين على التوالي في البطولة منذ الميلان اللي حققها في عامي 89-90. في آخر 3 مرات واجه الفريقان بالأدوار الإقصائية عبر البرشة، حيث فاز في نهائي 2006 وفي عام 2010 تخطى دور الثماني بنتيجة 6-3 في مجموع اللقائين، وفي عام 2011 تخطى هذا الدور بنتيجة 4-3 في مجموع اللقائين. نقاط كثيرة لكن بترك شوية المجال لمشعل. مشعل بشار قال قبل التقرير أنه للحين ما سمعنا أحد يتوقع لأرسنال حتى في ملعبهم، لأن الأرسنال يعاني كتملوا كلهم راندو. أنا أقول لك إياها تكتيكيا، شوف فريق الأرسنال فريق هو من أفضل فرق من بعد برشلونة اللي يؤدي وينقل الكرة، وهذا يعني ما في خلاف عليه، يلعب كرة حلوة، كرة سهلة، كرة ممتعة، لكن ينقصها التتويج في البطولات سواء على الدوري المحلي أو دوري الأبطال. دوري الأبطال بعيد عليه لأن يعني نوعية لاعبينه ما تسعفها. شوف اليوم إذا يفكر السيد أرسن فينجر يستحوذ راح يخسر بنتيجة كبيرة، على السيد أرسن فينجر أنه يغير طريقة أسلوب لعبه، أنه من, من, من أول ما يفتك الكرة يلعب على الأطراف، عنده والكوت سريع وعنده سانشيز سريع يعتمد على الهجمة المرتدة المفاجئة، ما يبالغ في الدفاع ولا نقول الرغابة اللصيقة، لأن الرغابة اللصيقة راح يعني ما راح يقدر على الثلاثي الهجومي، لأن عندهم المهارة الفردية أعلى من خط الدفاع المكون من كوسليني ومرتساكر وبيرلين ومونريال. فلابد على سيد أرسن فينجر أنه يحاول أقرب لاعب يكون يعني مع فريق برشلونة وهو يكون مانتومان معاه، أو أنه في حال مثل ما قلت لك قطع الكرة باعتبار هو عنده رأس حربة صريح اللي هو جيرو، ما يقدر يستثني جيرو من التشكيلة لأنه أوه أنت معتبر أنه يلعب أساسي؟ طبعا هي، لأن أنت لابد اليوم تلعب رأس حربة تشغل الدفاع برشلونة، خاصة بالكرات الطويلة أو الكرات نقول الهوائية، ما عندك أحد يلتحم معاهم، فعندك جيرو وهو هذه تشكيلته الأساسية، وعنده هو رأس الحربة الوحيد اللي يلعب بالبوكس، ما عنده غيره. فبالتالي ليش الحين عنده ولبك؟ ولبك تورد، فما أتوقع يعني يلعب فيه كمهاجم. جميل. من أول المباراة. لكن كحل في الشوط الثاني. أوكي. عندك الخط الثلاثي أوزيل وسانشيز مثل ما قلت لك، والكوت هو اللي يعتمد عليهم اليوم في حال الهجمة المرتدة. بشار، والكوت سانشيز قال على الأطراف، جيرو قال في المقدمة، أنت توافق أن جيرو اليوم الثقيل أنه يشارك بعكس ولبك السريع اللي يحتاجه ضد برشلونة بالتحديد؟ هو يقول كلبك موجود، ولبك موجود بس احتياط. لا انت لا مو اساسي، لا انه مو يعني اساسي، بديل مثلا عندك. لا شوف، ما اعتقد يعني على المستوى اللي قاعد يقدمه جيرو ما اعتقد انه يكون احتياطي. انت اليوم تحتاج واحد يقوى، والكت عنده مشكله قدام الجول، جيرو هداف. التحسن اللي صار في ارسنال هذا الموسم هو في الطريقه الدفاعيه. حلو، يعني مباراة وايد طلع كلين شيت. صحيح. مباراة ضد تشيلسي مثلا اذكرها، اللي كان اللي صار فيها طرد جابرييل، اعتقد الفريق دافع بشكل جيد وهذا شيء مو متعود عليه. مباراة بايرن ميونخ دافع الفريق بشكل جيد وايضا هذا شيء مو متعود عليه. فاليوم هذا الاساس راح يكون اساس انه يدافع ويلعب المرتدات بملعبه بشار. انا هذا يا جماعه السؤال، بملعبه وهم راح يدافع عيب الكام، ايش راح يسوي؟ راح يدافع هم بالمبارتين؟ قاعد تلعب ضد أحسن فريق بالعالم بأحسن فترة له. الناس ما قال مشعل الاستحواذ ما راح يكون له. وفينجر قال يعني قال إن الآن مو الحين، صار لك 4 سنين 5 سنين
غير مباراة بايرن ميونخ اللي 4-3 منو فريق هاجم مع على على ما ما سكر مانشستر وخسر يعني ما لعب اصلا فالاستحواذ 64 يعني معدل 64% جميل كل المباريات وهو قال فينجر قال انا اليوم ما راح استحوذ بس بكون فعال على المرمى يعني بدافع على مرتد اوكي قبل ما اخذ توقعاتكم بس اروح الاحصائيه السريعه عدد الاهداف تقريبا متقاربين الفريقين في البطوله 15 هدف لبرشلونه ارسنال 12 هدف الاستحواذ الافضلي لبرشلونه 64% بالمقابل 48 لارسنال عدد التمريرات الصحيحه لارسنال 85% و 88.3% لبرشلونه بروح للتغريدات وايضا في اتصالات ولا ما في مو جاهز اوكي عبد الله سريد يقول السلام عليكم فوز برشلونه 3-1 وفوز الباير 2-1 والله اعتذر انا صراحه حتى من المتصلين نعتذر منهم لان الوقت ماكو على قولته خلص باقي دقيقه باخذ توقعات الكبات فيسمحوا لنا مشعل توقعك روح 3-0 فلين بس بس لا تقول برشلونه برشلونه فلي ليش بشار قول توقع كان بغمض عيوني انا يعني ما 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 اعطيها 3-0 بس اشوف ما اشوف صعبه ارسنال يفوز صعبه انه ما تنحسب اليوم صراحه حلو يعني ما اقول 3-0 بس هذه جديده هذه جديده شلون يعني كأنك مسوي حركه رونالدينيو توقع حاسس ان اليوم خلاص يعني حتى 2-0 حتى 1-0 صعبه هي يعني صعبه بالاياب ف الحين حق منو انت قاعد تقول حق برشلونة ايه يعني اليوم فوز نحسب اليوم اي ما ادري انا ما ادري 1-0 اوكي اربع ارسنال ايه مو محسوم بعد ماكو مشعل ليش لا صدق انت قلت ليش شنو أوكي عندك شنو المشكله عندك كذر دقيقه ثواني شنو عندك المشكله بال 3-0 انا قلت لك انا اتوقع اي نتيجه حق اي فريق بس 3-0 راح ترجع عدلها يعني لا 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 انا مالش انا هني محايد مالش لا ما انا خليك اوب اوب عاشو اوب اوب محمد انت مو حقاني لا لا انا حقاني وراح اقول توقعي ايش رايك كذي يلا قول ما حتوقع ارسنال لا لا يعني 2-1 برشلونه كذي اوكي لا مشكورين كباتن مشكور مشعل مشكور بشار الوعد باكر مشاهدينا مستمعينا الكرام في ايضا ليله اخرى في الشامبيونز ليج ولكن اليوم الليله الكبرى في هذه البطوله قمتين راح نتابعها مع بعض يوفي بايرن ميونخ المباراه الثانيه ارسنال برشلونه من راح يتابع شنو تتابع خلونا 11-4 نشوف فما لا تشكيلة فريق العمل من إعداد مشاري الفلي عقيل أشكناني تقديم ماهر لانزي محمد أكبر من التحليل بشار عبد الله طارق الجلاهمة مشعل الفودري حمد الطيار التنسيق والمتابعة حمد الحمد الهندسة الإذاعية هاني أبل تنفيذ عبد الوهاب الصلاحات جولاسو والمخرج ضياء المساعي جولاسو كويت اف ام العوبة خطيرة والكرة تتحول الله هم مذاهبين وعاملين وسائرين على طريق جنة الانتصار على طريق جنة الانتصار الله 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 سبورت بلس يا سلام يا سلام ما اروع المنظر ما خص يا ساتر يا ساتر يا ساتر هوبا راسية عطني اياها بسرعه عطني اياها بسرعه عطني اياها بسرعه يا سلام يا سلام على الشهر كوره وجول